بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نبارك لسيدي فخامة الرئيس وللشعب التونسي الحبيب والأهل بمناسبة شهر رمضان المبارك واختتام شهر رمضان المبارك واستقبال العيد المبارك. إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار بصورة عامة. استقبال فخامة الرئيس لنا اليوم يعني ليس بغريب على قائد وهامة عربية كبيرة جدا محبة للسلام ومحبة للاستقرار بصورة عامة، ودعم فخامة الرئيس للمجهودات التي تقوم بها كل الأطراف لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب، وهذا شيء واضح تضرر منه الكثير، تضررت منه تونس أولا وتضررت منه المجموعة الدولية بصورة عامة قبلها الأمة العربية. وفخامة الرئيس في تصريحاته الواضحة المتميزة بوقوف فخامة الرئيس سي الباجي السبسي والشعب التونسي والقيادة التونسية لمحاربة الإرهاب ولمحاصرة الإرهاب في كل مكان، حماية للشعب العربي وحماية للمجموعة الدولية ولأصدقائنا بصورة عامة في المجتمع الدولي. فنحن يعني ممتنين لهذا اللقاء وممتنين لهذا التوجه، وأيضا كل سنة والشعب التونسي الحبيب بخير وسلام إن شاء الله.